سلمى بنت الداه في حصة تدريبية قصيرة قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة النسائية لكرة القدم في نواكشوط. حضور هذه اللاعبة التي لمع اسمها كإحدى الرائدات في مجال الكرة المستديرة يعتبر عاملا محفزا للفتيات الملاعات بكرة القدم، خاصة في مجتمع لا يحبذ دخول بناته هذا الميدان. كنت جابرة ياسر من الصعب، يا غير الحمد لله جبرت الدعم من الأسرة وتابعت كرة القدم من تقريبا كمحترفة من 2005. ولتذليل الصعوبات أمام الفتيات وتشجيعهن على ولوج عالم الرياضة، تنظم بعض المبادرات المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية يوما خاصا بالرياضة، وبذلك تتيح لهن الفرصة لإظهار مهاراتهن ومنافسة الرجال في ميدان بات حتى وقت قريب خاصا بهم. إنها فرصة لإظهار أن النساء في موريتانيا لديهن مكانة خاصة في الحياة العامة، ومن المريح أن نرى كل هؤلاء الرجال والنساء مجتمعين يشاركون في هذه المسابقات خلال هذا اليوم. الاتحادية الموريتانية لكرة القدم تحرص على إدماج النساء في الألعاب الرياضية المختلفة، وقد تمكنت حتى الآن بالتعاون مع المدارس والأهالي من إعداد 26 فريقا نسائيا من فئتي الكبار والصغار. نتبع منهجية تساعدنا على اكتشاف واختيار اللاعبات لتكون قاعدة لتشكيل فريق وطني في المستوى المطلوب يمثل موريتانيا في البطولات الإفريقية وفي الخارج. خلال السنوات الأخيرة الماضية ظهرت فتيات موريتانيات في المشهد الرياضي، لكن رحلتهن تبدو طويلة، فالعادات والتقاليد وقلة النوادي ونقص التدريب عوامل تقيد طموحهن وتقلل فرص تتويجهن في المنصات الدولية. زينب متربية، الجزيرة، نواكشوط.